هل هذه هي فعلا الأيام العشر؟ يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك والموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير، وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام، وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله وهداة الإسلام وأصحابه الأعلام، وسلم تسليما كثيرا وبعد. بالفعل وإحنا في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإحنا في أول يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن دي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، يعني ممكن تقول أفضل من العشر الأواخر من رمضان، هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك تفضلت وتكرمت أقسم بهن، فقال والفجر وليال عشر. سيدنا ابن عباس لما فسر الآية دي قال هم العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب، دول أفضل أيام الدنيا على الإطلاق؟ أفضل أيام الدنيا. طب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأئمة ما عدا الإمام البخاري من حديث سيدنا ابن عباس أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الأعمال كلها عند ربنا أفضل في العشر أيام دول؟ لأن ربنا هو مفضل الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، وهو الخالق لهن سبحانه وتعالى. فالصحابة بيقولوا ولا الجهاد في سبيل الله، لأن سيدنا النبي علمهم أن الجهاد ده أعلى حاجة، لأن الإنسان يجود بنفسه وبماله، زي ما قال ربنا في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب الصحابة بيقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناءه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني واحد بذل نفسه وبذل روحه وأمواله في سبيل الله.